عرس كروي أفريقي، ذلك الذي احتضنه ملعب جاسم بن حمد بنادي السد لحساب كأس السوبر بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربية، في مواجهة شهدت عودة الروح إلى مدرجات الملاعب القطرية، حيث أضفت الجماهير الحاضرة رونقا خاصا على أجواء المباراة التي شهد شوطها الأول تقاربا في المستوى مع أسبقية ظفيفة للجانب المغربي الذي أتيحت له الفرصة الأخطر وأضاعها محمد فرحان في مواجهة الحارس الشناوي، فيما مرت رأسية محمد عزيز محاذية للقائم لينتهي الشوط الأول على التعادل السلبي. مباراة ما كانت سهلة، القراءة الفنية في الشوط الأول ديالها كانت مباراة متكافئة بين الفريقين، لكن كيبقى فريق الأهلي عارف كيفاش يفوز على الفريق ديالنا. في الفترة الثانية لعب المدرب موتسيماني ورقة علي محلول بهدف خلق تفوق عددي في الخط الأمامي، فكان له ما أراد عندما تمكن محمد شريف من توقيع الهدف الأول بلمسة فنية رائعة سكنت شباك الحارس سهير العروبي في الدقيقة 56. رغبة الأهلاويين في تدعيم تقدمهم كاد يترجمها طاهر محمد إلى هدف ثان، غير أن الحارس المغربي كان بالمرصاد. وفي الدقيقة 82 وقع البديل صلاح محسن نهائيا على فوز الأهلي الذي تمكن من الحفاظ على عذارة شباكه حتى صافرة النهاية. الحمد لله نزلنا الشوط الثاني نفذنا كلمات المدرب وعملنا اللي علينا الحمد لله، وبقول للعيبه الف مبروك، وانتم كنتوا رجاله وقدها وتستحقوها الحمد لله على كل شيء، فكر في اللي جاي ان شاء الله. وهكذا يؤكد الأهلي المصري. الأهلي حسم المباراة في الشوط الثاني بعد أن سجل محمد شريف الهدف الأول في الدقيقة 57 قبل أن يضيف صلاح محسن الثاني عند الدقيقة 82. عرس كروي أفريقي، ذلك الذي احتضنه ملعب جاسم بن حمد بنادي السد لحساب كأس السوبر بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربية، في مواجهة شهدت عودة الروح إلى مدرجات الملاعب القطرية، حيث أضفت الجماهير الحاضرة رونقا خاصا على أجواء المباراة التي شهد شوطها الأول تقاربا في المستوى مع أسبقية ظفيفة للجانب المغربي الذي أتيحت له الفرصة الأخطر وأضعها محمد فرحان في مواجهة الحارس الشناوي، فيما مرت رأسية محمد عزيز محاذية للقائم لينتهي الشوط الأول على التعادل السلبي. مباراة ما كانت سهلة، القراءة الفنية في الشوط الأول ديالها كانت مباراة متكافئة بين الفريقين، لكن كيبقى فريق الأهلي عارف كيفاش يفوز على الفريق ديالنا. في الفترة الثانية لعب المدرب موتسيماني ورقة علي محلول بهدف خلق تفوق عددي في الخط الأمامي، فكان له ما أراد عندما تمكن محمد شريف من توقيع الهدف الأول بلمسة فنية رائعة سكنت شباك الحارس سهير العروبي في الدقيقة 56. رغبة الأهلاويين في تدعيم تقدمهم كاد يترجمها طاهر محمد إلى هدف ثان، غير أن الحارس المغربي كان بالمرصاد. وفي الدقيقة 82 وقع البديل صلاح محسن نهائيا على فوز الأهلي الذي تمكن من الحفاظ على عذارة شباكه حتى صافرة النهاية. الحمد لله نزلنا الشوط الثاني نفذنا كلمات المدرب وعملنا اللي علينا الحمد لله، وبقول للعيبه الف مبروك، وانتم كنتوا رجاله وقدها وتستحقوها الحمد لله على كل شيء، فكر في اللي جاي ان شاء الله. وهكذا يؤكد الأهلي المصري.